حضرنا اجتماع ترأسه السيد محافظ نينوالي للاطلاع على المشاريع وسرعة حالتها لوجود بعض التلكؤات في حالة المشاريع لدى بعض لجان التحليل وكذلك الدوائر الخدمية البلدية الماء المجاري الصحة الكهرباء وعززته بسرعة الإنجاز وإيقاف الروتين ومن أجل إحالة المشاريع قبل موسم الشتاء لكي تتمكن الدوائر من تنفيذ أعمالها. كذلك تمت مناقشة عدة مشاريع جديدة منها إضافة منطقة ترفيهية التي تبدأ من تقاطع المالية وصولا إلى كلية الحدباء كشريط أخضر يخدم المواطنين، سرعة إنجاز مشاريع المناطق المحرومة، وأتوقع من المحتمل خلال اليوم أو يومين يحال موضوع مشروع رجم حديد وتحل مشكلة رجم حديد. عدة مشاريع ناقشها السيد المحافظ وهو القفز على البيروقراطية وتركها والمباشرة بالإعمال فورا. تم مناقشة الواجهة النهرية أو عز سيادته إلى لجنة التحليل بسرعة الإنجاز خلال 10 أيام لكي تتم المباشرة كون المشروع أخذ وقتا طويلا. سوق الصياغة العمل موجود وتم النقاش مع دائرة الآثار والتراث والاستخدام المواد التي تتناسب مع التراث الموصلي. حضرنا اليوم في ديوان محافظة نينوى اجتماع برئاسة السيد المحافظ الأستاذ عبد القادر الدخيل المحترم. ناقش الاجتماع أهم معوقات المشاريع وكذلك سبل الإسراع في إنجاز المشاريع من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أرجاء محافظة نينوى، حيث أكد السيد المحافظ على ضرورة الإسراع واستخدام الطرق الحديثة من أجل إنجاز المشاريع بمواصفات فنية عالية وضمن وقت قياسي لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام. تمت مناقشة المشاكل والمعقد بصورة مستفيضة. وجه سيادة المحافظ بأن تكون هنالك فريق عمل مشترك والجميع الدوائر تعمل كفريق واحد لإنجاز المشاريع وإعداد الكشوفات للغرض تنفيذ المشاريع وإيصال الخدمة إلى كافة أنحاء المحافظة. ونحن كمديرية ماء محافظة نينوى سنواصل عملنا من أجل إعداد الكشوفات وتنفيذ المشاريع بصورة جيدة من أجل ضمان استمرار خدمة الماء الصالح للشرب.